السلام عليكم. مرحبا اخوتي هانيه، اش كتعاودوا؟ نشطين بخير يعني، فرحان كل شيء زين طلع فيكم. مرحبا، اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي خلق البلبله بدي بصح. هادشي ديال لك ديفواي ولا عطيها وعطيني نعطيك ضرب غوت نتلاقى وشدني نسلخ مك، هادي هادشي غنهضروا في هادشي كامل. وخليكم مع الفيديو كنتمنى تبارطاجيو، لان غنقول لهم القاسح غنجلدهم الجلد الجلد لهاد الناس هادو. مالكم على حالكم؟ مالكم مالكم كديروا الضحك فيكم وديروا الضحك الناس اللي كيتفرجوا فيكم ومتابعينكم؟ حشومه صاحبي، حشومه وعيب. خلينا نبداو بالجلد، ما نعطلوش. يلا بينا نجلدوهم. يلا السلام عليكم لي بيبل. هاني اعتذر ثالثه مره. ندخلوا مباشره في الموضوع، ما قدرتش كنت كنتمنى نختار قد حلقه ونصيب لهم مقدمه وانترو ونهضر عليهم، وما كنتش بغيت نهضر عليهم اصلا. هادشي ديال المعاطي عطيني نعطيك، هادشي ديال عطيني نعطيك ديال المعاطي ما عنديش معاه، انا ما كنحملهمش. ولكن قررت اني نهضر عليه لان هادشي بزاف، وغنحاول نخصص نهضر على الاسماء باش تفهموا الموضوع اللي متنهضر، اللي كيتعلق على هادشي ديال الجيف واي والصعبه والشناقه وهاد الكلام. وواحد من شخص اخر من دبي كيهضر على مثلا الشروقات، كيقول بانهم صاب وكيدير الجيف واي كيتصب على بنادم. انا هنا بغيت نهضر في جوج حوايج انا نهضر في هذا الموضوع وغنسدو هذا الموضوع، باغي نخليش لكم فين نهضروا. كنتمنى كل شيء تبارطاجي باش يعرف الراي تاع بنادم اللي خص تفهموه، اللي خص تفهموه ديال بصح. اولا النقطه الاولى في هاد جوج حوايج اللي غنهضروا فيهم، الاولى ان هو حماده الشروقات كيوكل مو، يعني الام ديالو كيوكلها من الجيفواي، هادشي معروف. واخا ما بغيتش نهضر على الوالدين، ولكن اعتذر اللي كتفرج في الفيديو الشروقات، اعتذر لهذه النقطه اللي نقول، ولكن ضروريه ان تيوكل الوالده تاعو من الجيفواي. اذا كان تيوكل الوالده تاعو من الجيفواي فهو عارف انه اذا كان حرام داكشي تيوكل، فراه اصعب 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 شيء هو توكل الوالده تاعك من شي حاجه حرام. هادي كنا تنعرفوها هاد الهضره هادي. الحاجه اللي بقى يعني في النقطه الاولى، اذا كان هو تيوكل امو من الحرام، ولاحظوا انه ديما تيهضر على رضا الوالدين وتتعامل مع امو زوين وتيوكل الفريخات، يعني كيبين شي حوايج لي ايجابيين وزوينين خصنا فريمون يتبع دوك النقط اللي تيدير مع امو مع الفريخات. فاذا كان عارف ان الجيف واي الفلوس كيربح الناس قليل وكيديو كثير، وان داكشي فيه حرام وفيه هادي وتيوكل، فللاسف هاد النقطه هادي ما نقدر نقول فيها والو. ولكن في هذه النقطه اللي بين جاوب خينا اللي ناض كيقول عليه بانه نصاب هادي، فاسمح لي اخويا تغلطي في واحد الحاجه. شنو هي؟ ان اذا عرفتيه هو منافق، وتيكذب على كما تنقولوا عنده المنين تاع الابوني وتيكذب عليهم وتينافقهم، فانت راه عارف اخويا ان النفاق راه اقصى شيء ممكن يديره الانسان واخيب، لان الله عز وجل قال لك المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فواحد الانسان اذا وصلت في المرحله انه يولي منافق وينافق يعني ملايين من الناس، او بينافق بالاحرى مو ويوكلها كيف ما قلنا الحرام وهادي، وانا كنظن ان محال باش يدير هادشي. فانت عارف انه منافق، فما خصكش تنوض وتبدا تقول عليه شناق وتبدا تكذب عليه وتبدا تدور فيه الناس. فانت يعني اذا كان هو دار ذنب، انت درتي ذنب كبر اكثر منه، انك هو دير ذنب مع الله ودير ذنب مع هادي، وزدتي انت درتي ذنب اخر على ظهره. علاش؟ فانا بكل صراحه ما فهمتش النقطه. دابا ندوز النقطه الثانيه واللي هي اللي كتهم بكل صراحه بجوج، وغنهضر عليهم دابا بجوج. هذاك الشخص اللي نهضر عليه حمد الشروقات وناض تيقول عليه شناق واو 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 ديك الهضره، وناض مراد خو الشروقات قال لي اجي عندنا، والقضيه ولات فيها مدابزه. وانا في كل صراحه هذه هي تاع الحجر الصحي ورمضان، وانا كلشي كنقول تيقول تيه الموتور تيقول جي عندي انا في البلاصه، جي عندي. علاش اصاحبي؟ علاش الناس تيتفرجوا فيكم؟ لا انت لا الاخر تيتبعوكم ويبداو يسمعوا هذا الشيء. واشنو الفائده اذا تلاقيتو؟ يلا اشنو دابزو؟ فينا هو يعني كيف ما تنقولوا القيمه اللي عندكم باش تتبعوكم الناس، انكم دابزو باش الناس تا هما يتبعوكم يشوفوا جوج مخاصمين يوضوا يدابزو يقول لي اجي عندي لا صاحبي. النقطه الثانيه اللي غنهضر عليها وطوبوا باش نطول في هذا الفيديو باش كلشي يبارطاجي يشوفوا، النقطه ديال خينا اللي قال لك انه حرام وتيوكل مول الحرام وهذه، هنا فين بين جاوبوا باش نحسموا الجدل في هذا الشيء. اذا كان كيشوف هو ان داك الشيء اللي كيدير حمله الشروقات والناس كاملين ديال الجيف واي هو اللي ما حملتش فيه انه حتى الشروقات كاع عليه، يهضر على كلشي. اذا كان كيشوف ان داكشي اللي كيدير حمله الشروقات تاع كي يربح 12 مليون ويعطيهم مليون ويدي 11 مليون ونصب وكاين تما النصب، فبالاحرى سير هضر مع صحاب التيرسي، سير هضر مع صحاب القمر، هضر عليهم. انا نعرفك واعر هضر على صحاب التيرسي وقول بلي الناس اللي تيمشيو يتشاركوا كيشاركوا بالالافات وكيخلصوا فلوس صحيحه. مازال هادو اللي كيشاركوا عند حموده راه حموده، هادو اللي كيشاركوا عند حمله الشروقات وغيرهم راه غير 60 80 وكيخلصوا 1000 درهم
وكيف ما تنقولوا بغيو يتشهروا، عندهم هدف انهم يتشهروا بالفعل كيتشهروا، ولكن هادوك تاع التيرسير تيخلصوا بوفريو، تيخلصوا 200 ريال و40 ريال و30 ريال و60 ريال و120 بالعرام باش يربحوا. شحال كيربح فيهم واحد امو حال؟ واش كيربح على مدة شهرين كيشاركوا دائما يوميا ما تيربح حتى واحد. سير هضر مع صحاب التيرسي، هذاك هو اللي تينصب على الناس، هذاك هو اللي تينصب على الناس اللي تيشاركوا في التيرسي يوميا ومبليين. هضر على هذوك الناس، نعرف واعر كتحارب النصب. اما واحد يوتيوبر وكيشاركوا مع اليوتيوبر فالعيب، العيب الاول اللي كان خصك تهضر مع الناس اللي كيشاركوا في الجيف اواي. هنا نعطيك السلام، نعطيك التحيه، تقول لي الناس ما يشاركوش. والناس صاحبي كيدير كيف هو، كتلقى الكومونتي لك 100000 واحد عند حماده شروقات، يعني 100000 واحد باغيين يشاركوا. فاسمح لي، العيب على دوك الناس اللي كيشاركوا، هادشي داك عندك شي حرام. العيب على دوك الناس اللي كيشاركوا، ماشي على حماده شروقات. حماده شروقات راه هي جات كيف ما تنقولوا، جا تيار تاع الكيف هو، كلشي نغمس معاه، راه كلشي كيديروا دابا كيف هو، كلشي. فما العيب ماشي على دوك كيديروا كيف هو، ولا على انهم كينصبوا. اي اذا كانوا كينصبوا فنوع خصو يتحاسب، ولكن ان تحاسب حمد الشروقات اللي كيدير كيف هو، فراه كلشي كيدير كيف هو، يهضر على كلشي. وثانيا اذا بغيتي تحاسب علاش كيداروا هذا كيف هو، يحاسب الناس اللي كيشاركوا، كون كانوا الجمهور ذكي كيف ما كتبقى انت خصهم يكونوا ذكي ويعرفوا واش الناقوا هادي، فراه ماشي غيتسناوك حتى تجي انت وتبين لهم انه نصب، حيتاش كيدي 12 مليون وكيربحوا غير مليون. لا، الجمهور فاهم، ولكن واخا هكذاك باغيين يشاركوا، باغيين يديو ايفون. فعلاش انت شنو الهدف تاعك انك تجي بدا تسبو وتقول لي شناق وهادي؟ بكل صراحه هادشي ديال المعاطيه، وعطيني نعطيك كل هدف منه، خصكم الجمهور تفهموا كل هدف منه الشهره فقط. شوفوا بيزيكا شنو دار مع حماده، ياك طلعوا في اللايف مع داك من الاولي وشنو قال لي؟ قال لي انا درت القنطره باش نوصل بك 100000، انا الهدف عندي ماشي ندابزو ولا الهدف عندي نتشهر على دارك. وهادشي اللي ولا عطيني نعطيك الهدف انا براسي دابا كنعطيه ونعطيهم باش نطلعوا شويه بلا جلاستين. ولكن كنت كي يا صاحبي، كنت كي عرف ياك، هو براسو كيقول لكم كنت كي، شوف ما تتبعش العاطفه وهادي. لا، كون انا كنت كي في واحد النقطه، الحاجه اللي خدامه ليك ديرها، الحاجه اللي ما خدامه ليكش ما ديرهاش. سالينا انت غتهضر اذا شفتي شي حاجه كضرك او كضر بالدين ديالك او كضر بالمجتمع ديالك. اما لقي واحد الحاجه كيديرها كلشي وانت ما مضرش منها وما مضرش من المجتمع تاعك وما مضر، بالعكس داك الشخص كيستافد منها، ما عرفتي ديك الفلوس كيدير بها الخير، ما عرفتي ديك الفلوس كيعاون بها ناس، ما عرفتي ديك الفلوس كيعاون بها مو عنده غير مو مثلا، فما ضركش. هادشي اللي نقدر نقول اخوتي، كنتمنى الفيديو تبارطاجيو ليهم هما بجوج، هذاك خينا وحماده شروقات، هذاك خينا سميتو سهيل ولا ما سهيل، اسمه سهيل ايضا من هنا كنعطوه السلام، والاخر تو السلام، وديروا عقلكم بوسطوا لهم هذا الفيديو، كنتمنى يوصلهم بجوج يشوفوه ويديروا عقلهم. بارك عينا من عطيني نعطيك عطيني نعطيك عطيني نعطيك كثرتو الباسات، وتا واحد ما ماركا البيت، شي واحد يخرج يماركا الفيديو يقول لهم انتوما بركه راه حنا في الحجر الصحي وانتوما زايدين من الدابيز من دابزه الغواد، سكتوا. السلام عليكم.